ولسه مع حضراتكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومعانا دلوقتي ومنورنا الكاتب والروائي أحمد القرملاوي، كمان مدير إحدى دور النشر المهمة. طبعا الكاتب أحمد القرملاوي هو في حد ذاته ليه إصدارات وكتب مهمة عديدة، لكن هو النهاردة موجود معانا بصفته يعني مدير إحدى دور النشر الهامة جدا. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. يعني واحنا بنتكلم حتى قبل ما نصور، حضرتك اتكلمت عن أهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب بالنسبة لك، دي نسخة 55، وكنت لسه بتكلمني عن فكرة حرصك الدائم على وجودك في المعرض بصفة مستمرة ومدى أهميته ليك. هو مدى أهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب بالنسبة لي يعني تعود لزمن الطفولة، يعني أنا كنت باجي هنا وأشوف العالم العظيم ده اللي أنا نفسي أبقى جزء منه، وبعد كده ككاتب بقى ده الحدث يعني الأهم ليا، يعني على مدار العام بشوف قرائي كتبي وبنوقع ونحتفي المهرجان السنوي بتاعنا، ودلوقتي كناشر وكاتب طبعا الحدث الأهم دايما معرض القاهرة. طيب يعني حضرتك أكيد حضرت معارض للكتاب في مختلف أنحاء العالم مش بس في مصر، لو هتقيم معرض القاهرة الدولي للكتاب هتقيمه إزاي؟ معرض القاهرة الدولي للكتاب ليه خصوصيته التي لا يمكن تكرارها ولا نسخها، لأن يعني بيبقى في حضور جماهيري كبير جدا وملوش مثيل في الوطن العربي الحقيقة، وأعتقد حتى على مستوى العالم حضور جماهيري خاص جدا يقدر بالملايين، يعني الترافيك الكبير ده بيعمل حالة من الاحتفائية يعني، والمصريين بيحبوا يعملوا حدث يفرحوا بيه دايما، دي حقيقة، من كل حدث بيعرفوا يحولوه لعيد يعني، فهو بقى عيد سنوي بالنسبة لنا، بتيجي أسر وبيجي شباب كتير عايزين يقروا عايزين يستمتعوا، فهو ليه خصوصيته طبعا. طيب في كمان جانب مهم جدا في معرض القاهرة دولي الكتاب، فكرة إعادة نشر وأيضا طباعة كتب لكتاب كبار، يعني بنتكلم مصطفى محمود، نجيب محفوظ، حتى في نقطة مهمة جدا كانت يمكن دار النشر الخاصة بحضرتك إعادة طبع الأغلفة لهذه الكتب مرة تانية، كلمني عن النقطة دي لأنها أنا شايفة أنها مهمة وإيجابية جدا. بصي، هو لما بيخلص الحقوق الخاصة بكاتب معين بيتعاقد عليها دار نشر تانية، يا إما بيعاد مثلا تجديد العقد مع دار النشر الحالية. فإحنا كانت وجهة نظرنا لما تعاقدنا على نجيب محفوظ إن إحنا عايزين نقدمه بشكل معاصر يخص الأجيال يعني الأصغر سناً والأحدث اللي هما ممكن يبقوا عارفين نجيب محفوظ كاسم كبير وأيقونة مصرية وعربية عظيمة، بس ما قرولوش قبل كده أو حاسين أنه حاجة بعيدة وكلاسيكية ممكن تنتمي لعصر آخر. في كتاب مهمين جداً زي نجيب محفوظ وزي طه حسين وزي ما حضرتك ذكرتي مصطفى محمود كمان ينتمي للكتاب دول طبعاً، اللي بيعدوا من اختبار الزمن، كتابتهم ما تخصش زمن معين، لا هي باقية، فالمفروض أنها تقدم طول الوقت قوي بأشكال معاصرة. حلو قوي التشبيه ده، بيعدوا فعلا من اختبار الزمن. أيوة، فالمفروض يقدموا في كل زمن باللي يليق بالعصر ده واللي يقول إن هم لسه معاصرين ولسه كتاباتهم مهمة. دي كانت وجهة نظرنا في نجيب محفوظ، فعملنا طبعة يعني حداثية ومعاصرة وفعلا نجحت إنها تجتذب القطاع اللي يعني أصغر سنة من القراء لاقتناء الأعمال دي وما يحسوش إنها حاجة بعيدة عنه. طيب عايزة أسألك برضو عن فكرة الكتاب الشباب دلوقتي، حتى القراء الشباب، شايف السمات اللي بتميز الكتاب الشباب دلوقتي إيه؟ وشايف كمان القراء الشباب دلوقتي ينقصهم إيه؟ اللي بيميز الكتاب الشباب ان في تاثر بالميديا الحداثيه اكتر، بتلاقي تاثر في الاسلوب بتاع الكتابه نفسه، في الايقاع بتاع الكتابه، في العوالم بتاعه الكتابه، بالسوشيال ميديا، بالسينما الحديثه، بالفن التشكيلي الحديث، فهتلاقي الايقاع اسرع والموضوعات اكثر تشويقا والسرد اكثر سلاسه وايقاعيه مما كان عليه، ومشهديه كمان، وده تأثر بالميديا الجديدة وبالفيجوال يعني اتموسفير اللي احنا بنعيشه. يعني القارئ الحديث بيتأثر بالعصر اللي هو عايش فيه برضه، فهو عايز الإيقاع وعايز التشويق الأكتر وعايز المشهدية الأعلى في الكتابة. لو هنقول يومك في المعرض، يعني انت بتيجي المعرض
تقريبا لحد النهارده بتيجي كل يوم. باجي كل يوم. طيب ومن قبل المعرض باجي كل يوم. احكي لي بقى يومك في المعرض بيبقى عامل ازاي؟ يومي لو قلنا قبل بقى بدايه المعرض فهو بيبقى يوم عامل مصري يعني. طبعا نجار كهربائي حاجه شبه كده يعني. بس بعد ما بيبدا المعرض بيبقى يوم حد رايح يحتفي بالمهرجان السنوي بتاعه، بيقابل ناس، بيقابل صحابه، بيقعد جوه الجناح، بيقابل قراء، بيبيع كتب، بيستمتع بده، وبيقابل ناس زي حضراتكم جايين يعملوا تغطيات عظيمه. فبيبقى احتفائيه يعني، يوم يعني مشحون جدا بالفعاليات، ندوات مهمه عايز احضرها، لقاءات مع اصدقاء، مع ناشرين، مع موزعين، مع مكتبات، مع قراء. طيب شايف القراء ردود افعالهم ايه لحد دلوقتي؟ يعني من عارف رؤيتك كده وانت بتفرج. بيفاجئوني كل سنه يعني، انا كل سنه بقول الظروف، الضغوط، برضو ارتفاع سعر الكتب هيمنع الناس انها تيجي يعني نفس الكثافه انها تقبل على شراء الكتب بنفس القدر، لكن بيذهلوني كل سنه ان لا دي الحفله بتاعتنا واحنا جايين نحتفل. نبقى نفكر بعدين. طبعا يعني لا انا اعتقد انه احنا المصريين فعلا بنشوف زخم كبير جدا في المعرض، زخم غير عادي، حضور دي حقيقه، حضور كبير قوي، ناس حريصه، سعاده في الوشوش، الاطفال حتى الاسر اسرهم تبقى حريصه ان هم يجوا المعرض كل سنه ويحضروا فعاليات خاصه بالاطفال. يمكن انا بالنسبه لي لما بشوف المشهد ده بطمن. صحيح، وانا كمان. صح؟ وانا بطمن على البلد وعلى مستقبلها وعلى الناس وعلى القوه الذاتيه والدفع. صحيح. الذاتي اللي عند الشعب المصري، يعني تحس ان الوعي العميق للمصريين مثقف يعني. حقيقي بيحب الثقافه، بيحب الفن، لان شعبنا قديم قوي وحضاره. صحيح. يعني هي اقدم الحضارات، وده مش مبالغه على الاطلاق. طبعا. فالجين الحضاري ده بيحب الفن. صحيح. طيب الكاتب الروائي احمد القرمراوي كمان انا عارفه انت منفتح على ثقافات مختلفه كتير ومهتم ان انت تتابع يمكن الادب مش بس المصري او العربي لكن اكتر. بالطبع. من كده بالطبع. طبعا. ضيف شرف المعرض السنه دي هي النرويج. النرويج، فكرة اختيار النرويج وترجمة بعض الأعمال النرويجية للمصرية والعكس، شايف أهمية ده إيه؟ هي أهمية غير عادية، بالذات لما تبعدي يعني، كل ما بتروحي لثقافة أبعد فيها ظروف مناخية مختلفة، فيها يعني طريقة معيشية مختلفة، سلوكيات وحضارة وتاريخ مختلف، كل ما ده بيغذي أكتر كمان. طبعاً. على المستوى الأدبي والفني والإبداعي، لأنه بيأكد المشتركات اللي بين البشر وفي نفس الوقت بيدوب الفروقات. فالفن والأدب هو الجسر دائما بين الثقافات، هم شايفيننا ازاي واحنا شايفينهم ازاي، وهم شايفيننا ازاي كمان تهمنا اكتر. طبعا. لان في ستيريوتايبس طبعا كتيره. طبعا. جدا في يعني تمييز احيانا. صح، ستيريوتايبنج. يس. وده منطقي. فاحنا من خلال الادب والترجمات المتبادله بنصنع الجسر ده. اعتقد احنا كمان عندنا نمطيه الى حد ما حتى في تخيلنا للدول الاسكندنافيه والناس عايشه ازاي هناك. كلنا كبشر عايشين بأنماط ونماذج ومعتقدات وأفكار ممكن تكون مش حقيقية 100%. صحيح. يعني فيها جانب حقيقي وفيها جانب وهمي، فالأدب هو اللي بيدوب الفروقات دي وبيبني على المشتركات بين البشر. أكيد. أنا الحقيقة سعيدة جدا باللقاء ده. يا رب يخليك. ويعني بطمن زي ما كنت بكلم مع حضرتك بفكرة وجود هذا الزخم الكبير الموجود في المعرض، إن كان من حيث دور النشر أو حتى الكتاب أو حتى يمكن الزوار. ده شيء يطمنا انه مصر، قوة مصر الناعمه، هي موجوده باستمرار ومستمره ولا تنضب الحقيقه. الله. فانا سعيده بيك جدا. الجمله دي مهمه جدا ولازم كلنا نعيها ونعرف ان قوه مصر الحقيقيه هي قوه الناعمه. طبعا. وان احنا ما ينفعش نخسر ده. اكيد. انا بشكرك، سعيده جدا بلقائي معك. انا اسعد بجد. شكرا لحضرتك.